فوز المنتخب الوطني اليوم على نظيره العراقي ب3-0 وتأهله إلى الدور الثاني من أولمبياد باريس 2024. رغم جراحاتنا ورغم الألم اللي بينا، لكن المغرب فريق عالمي. الحمد لله تأهل تاريخي، كنبغي الشعب المغربي والجمهور اللي حضر. الحمد لله الجودات ديال جميع اللاعبين والطاقم التقني ولا الطاقم الطبي، كنهديو صاحب الجلالة التأهل، ونتمنى ان شاء الله اننا نكملوا في نص المسار ان شاء الله. يلا سال الماتش ديال المنتخب ديالنا والعراق، ماتش اللي سلب نتيجه ايجابيه لصالحنا الا وهي 3-0، النتيجه اللي مكناتنا من ان نتصدروا المجموعه ديالنا، فين تفادينا نلعبوا دور الجاي اي الربع ضد فرنسا اللي هي البلد المستضيف واكثر بلد اون فورم في الكومبيتيسيون. فين بقينا عتميه المنتخبات غنتنافسوا على الميداليات؟ بقينا حنا المغرب، الارجنتين، فرنسا، امريكان، مصر، اسبانيا، جابون وباراغواي. فين حنا خصنا نلعبوا ضد الولايات المتحده، بينما هما المواجهات الاخرين اللي بقاو هذه الطريق الميداليات. فهاد الفيديو ندوي على الماتش اللي تلعب البارح، اي الماتش ضد العراق، نلقاو نظرة على الماتش ديال اوكرانيا اللي ما دويناش عليه، ونشوفوا سبب تألق المنتخب، استرجع الزلزال للمستوى ديالو. فين كنوعدكم انا مور هاد الفيديو تخرجوا فاهمين كلشي. قبل خلي معك شي لايك شي كومونتير زوين، ما نجيش نطول عليكم، ونخليكم مع سبونسر ديال الفيديو اللي هو باري بولس، اللي هو واحده من افضل المنصات ديال العاب الدخل. مثلا كتلقى فيها لعبه ديال افياتور ديال الطياره اللي خاصك تحضي منها وتخرج فلوسك قبل ما تفرقع الطياره. ما فيهاش غير افياتور فقط، بل جميع اللعب من هذا القبيل. فين استعملتوا البرومو كود ديالي فار اف ا ار يعطيكم بونص ديال 16000 درهم 150 سبين فابور. كتبقى احسن حاجه في هاد لابليكاسيون انكم كتقدروا تجبدوا فلوسكم في الحين عن طريق اي سياج تجاري، بنك ليك ولا بريد بنك. ما تنساوش ضروري وقطعا تكون عندك شمر 18 عام، لا تلقاو كاع المعلومات في الديسكريبشن. ونبداو اول حاجه قبل ما نبداو، عارف الاخوان ما درتش لكم فيديو على الماتش ديال اوكرانيا، ما كنتش ديسبونيبل سمحوا لي. داكشي علاش في هذا الفيديو نسترجعوا كلشي. عرفنا الماتش الاول ديالنا كان ضد الارجنتين، فين كان الماتش اقل ما يقال عليه جنوني، لا من احداث الماتش لا من التحكيم لا من شنو وقع. ومن داك الماتش اللي درت لكم فيديو عليه سر بالفوز ديالنا ب 4-0 2-1 هي فاش خلى ميسي ديك ستوري ديال انسوليتو، اللي كان فوز جد مهم واللي كان غيكون وكان فوز حاسم باش نضمن الصداره ديال المجموعه. المهم داك الماتش ولي شاد تالق كل من رحيمي حكيمي ومنير الحارس طبقاً المغاربه كاملين. يعني الماتش الاول ربحنا ضد اصعب منافس اللي هو الارجنتين، دونك اوكرانيا والعراق يكفينا التعادل او فوز باش ندوزو. الماتش الثاني ديالنا كان ضد اوكرانيا، واوكرانيا جايه من خساره ضد العراق، دونك الاغلبيه اعتبرناها واعتبرها مباراه سهله، واننا غنضمنوا التاهل من الماتش الثاني تعادل على الاقل. جا الماتش ديال اوكرانيا فكانت المفاجاه، الدقائق الاخيره الماتش ديال اوكرانيا في سيناريو كيعاود نفسه من الماتش ديال الارجنتين، وخا تلغى عليهم البيت ماركيو علينا في اخر الدقائق، على البيت ديال الارجنتين تلغى وهذا تحسب وربحونا. بينما في المواجهه الثانيه الارجنتين كتربح العراق وكتولي عندنا مجموعه مجنونه، كاع افراد المجموعه اي كاع المنتخبات اللي فيها عندنا ثلاثه نقاط، حتى واحد ما فايد الاخر. حنا الارجنتين العراق واوكرانيا عندنا نفس النقاط، في انتظار المباراه الاخيره اللي غتحسم كلشي. اي واحد يقدر يتاهل، اي واحد يقدر يتقصى، كلشي كان غيتحسم في الماتش الاخير. تجا ماتش البارح كلشي كان عارف الاهميه ديالو، كان خصنا ندخلوا الربح هو لا خيار سواه من البدايه. واخا التعادل كان كافينا نوعا ما، مي خصنا نتفاداو المركز الثاني باش ما نطيحوش مع فرنسا البلد المستضيف، ونطيحو مع ثاني المجموعه ديالها اللي كان غيكون اما امريكان ولا نيوزيلندا، الاخر صدقات امريكان. لاحظتوا من بدايه الماتش بينا النوايا ديالنا، ولكن قبل نشوفوا التشكيله اللي دخلنا بها الماتش. حراسه المرمى عندنا منير المحمدي، في الاظهره عندنا اشرف حكيمي والوحدي زكريا، لي زاك ديال الديفونس عندنا مهدي بوغامير وسام العزوزي، في وسط الميدان عندنا اسامه ترغالين، امير ريتشاردسون اللي قدم ماتش واعر، وبلال الخانوس. في الاجنحه عندنا الزلزولي اللي صدم البعض انه يبدا كاساسي رغم المستوى اللي قدمه ضد اوكرانيا، ولكن ثق في المدرب، وكان عندنا الياس اخوماش المتالق. في الهجوم بطبيعه الحال كان عندنا سفيان الرحيمي. تشكيله متكامله، في التساؤل الوحيد فيها كان هو الزلزولي علاش دخل في بلاصه بن صغير، مي المدرب غيبين لنا انه عارف شنو كيدير، خصنا الزلزولي هو اللي غيمارك البيت الثالث، واش من بيت غيمارك. نبداو بمجريات المباراه من المعطى الاولى، من المعطى الاولى او من الدقائق الاولى، التوالي الاولى بانوا النوايا ديالنا، حيت من الدقائق الاولى كنا غنماركيو، زقناهم، فين بان واضح ان تعليمات المدرب قال لهم ماشي غنربحو، بل خصنا نربحو بنتيجه كبيره. داكشي علاش من الاول بقينا كنزكلو في المحاولات، فين توالاو الهجمات، وفين في الدقيقه 19 بالضبط باسيست واعر من حكيمي، امير ريتشاردسون اللي طويل القامه كيتكلف بانه يوضع البيت الاول ديالنا بالراس. مورا ب 9 دقائق وفي الدقيقه 28 بالضبط، واحد الكره اللي ضربت في الدفاع غيستغلها سفيان الرحيمي المتالق، وغيمارك البيت الثاني ديالنا والبيت الرابع ديالو في البطوله كهداف البطوله الوحيد. وفين من ماركا اللاعب سفيان الرحيمي تكون لاحظتوا هذه الاحتفاليه ديال الزيت ديب جوج، واحد دار فيها خمسه وواحد جوج، كاين اللي بها 25 توافقا مع عيد العرش. داكشي علاش راه هو ديجا لاح بوست ووضحها لتحت، عكس ما قالوش الصفحات انه ناوي ماركي سبعه البيوت. في المعلق غيسمي الجراندي سوسو على الجراندي توتر، المعلق غيشير الجراندي توتر. نخليكم على اللقطه. سفيان المتالق، سفيان يغني، سفيان يطرب، المغرب عنده مغني الراب الجراندي توتو، وهنا في الاولمبياد لي جراندي سوسو. هاد اللقطة غير رياكت عليها تاتوطو في السطوريات ديالو. سي محمد براكاش كنشوفك
تحية خاصة أستاذ محمد بركات. غنجبدك في ديسك أنا. انا غنغني عليك ديسك بما ان انا كندوي على الراب خصنا ضروري نجبدو هادشي 8 دقائق مورا البيت الثاني الزلزولي الكروشي غيدور وغي ماركي بيت خيالي كواحد من افضل اهداف البطوله واحسن بيت في الجوله بدون منازع فين تصالح مع الجمهور كامل بداك البيت وفي اللحظه الزلزولي كانت عنده فعاليه كبر يعني فحال قد داكشي اللي كان ناقص بيت اقل ما يقال عليه واحد تالي في الدقيقه 36 كانوا متقدمين في النتيجه ب 3-0 كلشي كان كيقول او شحال غنسال 4-5-6 كاين اللي البعض بدا كيقول ان هذا المنتخب احسن من المنتخب الاول كاع هكا غتسال الميطه الاولى الميطه الثانيه غيوقع فيها التغييرات امر اللي غيؤدي الى ان الريتم يهبط العراق حتى هي ما غديرش شيء الكثير غتحافظ على البلوك ديالها طيح وغنبقاو اللي كان بضرب الهجوم رغم تقدم ديالنا في النتيجه ما يقوش محاولات كثيره ولا خطيره وهكا غيسالي الماتش 3-0 المنتخب ديالنا كيفوز وعاد واش كنا ربحنا الارجنتين في المواجهات المباشره اللي هي اهم حاجه اللي خلاتنا نتصدروا المجموعه ديالنا وبالتالي تفادينا متصدر المجموعه ا ديال فرنسا حاجه اخرى مع منتخب العراق تفادينا المهاجم ديالهم ايمن الحسين اللي كان من هدافي البطوله ما قدرش يدير شيء الكثير ولا يهدد المرمى ديالنا بينما المباراه الاخرى في المجموعه ديال اوكرانيا والارجنتين تربح الارجنتين بجوج لزيرو نتيجه اللي ما غتكفيهاش باش يفوتونا الفوز ديالنا بفارق مريح للعراق واننا ربحنا الارجنتين في الجوله الاولى خصوصا الربح ديالنا مجاهد مباشره يخلينا نتصدروا المجموعه ديالنا بالتالي غندوزو حنا اولا والارجنتين ثانيا حتى اللي غتواجهوا مع المجموعه اللي جات فيها فرنسا اولا وامريكان ثانيا حنا مع امريكان والارجنتين مع فرنسا في تكرار نهائي كاس العالم وفين غنلعبوا ديريكتوم ربع النهائي مرحله اللي ما وصلناش لها من 1972 باش تعرفوا الجيل اللي كنعيشوه مع المنتخب ديالنا علاش كنقول تفادينا فرنسا راه قلتها شي ثلاث المرات فرنسا هي اكثر بلد اون فورم في الكومبيتيسيون شوفوا على الاحصائيات وثانيا هي البلد المستضيف دونك عندها الدعم ديال الجمهور والميدان في الربع النهائي حنا غلبوا مع امريكان الارجنتين مع فرنسا وخليكم كاع المواجهات هنا في انتظار ندير لكم فيديو على التوقعات ديالي كيبقى انجاز تاريخ المنتخب الاولمبي انجاز اللي ما كنديروش من 1972 في امل اننا نفوتوه كاع فامريكا نقدروا نربحوها وعلاش لا نديو الكومبيتيسيون كاع حيت اننا منتخب قوي ومرشح ديال بصح بالاضافه لان ثلاثه اللاعب اللي استدعيناهم المنتخب الاول فراهم من احسن اللعابه اللي تم الاستدعاء ديالهم الرحيمي هداف البطوله حكيمي احسن ظهير ايمن في العالم ومولي المحمدي اللي يعطيك واحد الثقه في المرمى خياليه يعني اختيارات ديال اللعابه اللي انضموا للمنتخب الاولمبي كانت مثاليه نتمنى المنتخب يبقى بحال هكا كنلاحظوا انا ماتش مورا ماتش كنتحسن في قولوا لي واش تبغيو فيديو على التوقع شكون غيدوز من الربع والنصف وفيديو اخر كنحللو فيه الماتش ديال المنتخب الامريكي الى وصلتي حتى لهاد المرحله من الفيديو بالضبط بغيتك تكومونتي ليا دزنا دي او زد ان ا باش عرفتي تفرجتي حتى للاخر خليك القلب علاش نجاوبك عليه دونك الاخوان هكا كنكونوا شفنا كيفاش طراو المجريات ديال ماتش ديال اوكرانيا الارجنتين وديال العراق الاخير كنشفنا كيفاش المنتخب ديالنا ماتش مورا ماتش كيولي احسن كتزاد الفعاليه كيتزاد التجانس امر اللي كيوضحوا كيبين لنا اننا غنكونوا احسن ضد امريكان نيتش علاش نربحوها ونشوفوا مع من غنتلاقاو في النصف ونشوفوا النهائي ان شاء الله دونك نتمنى كل التوفيق للعاب ديالنا هكا الاخوان كنكونوا وصلنا لاخر الفيديو ديالنا كان معكم فاروق لايف نتمنى كل صحتكم وفهمتوا ليها اهم حاجه تلقى فيديو جاي تهلاو لي فراسكم كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفت شي تشيكا بحالك هكا دونيه ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا لازم جاري معنا فحالنا تزاد فيك